انا عايزك تكلمني على اللقطه دي, لقطه كوره محمد شريف. لا لا انا عايزهم بس يجهزوا في مجموعه فيها ست فرص للنادي الاهلي في المباراتين. آه. يعني في صورتين ورا بعض يعني. يلا هاتوا لنا اللقطات دي يا جماعه على طول. بص يا كريم, احنا بنتكلم عن النادي الاهلي, وبنتكلم على النادي الاهلي كان بيلعب هيد تو هيد مع ريال مدريد, والنادي الاهلي كان بيلعب هيد تو هيد مع فلامينجو. عشان توصل تلعب في المستوى ده وتضيع فرص بشكل ده, ما تسالنيش عن اي حاجه ثانيه. ما تسالنيش عن امكانيه للوصول الى اي مكان ابعد من اللي انت فيه. عايز توصل للمكان ده, عايز تلعب في الليفل ده, ما ينفعش يبقى دي حالتك. بمنتهى البساطه والوضوح من غير ما حد يزعل, بمنتهى البساطه ان انت, بص يا كريم, دي واحده بتاعت محمد مجدي قفشه, دي واحده بتاعت محمد شريف, دي بتاعت محمود كهربا. ناس كتير ما خدتش بالها منها, كانت في الدقيقه 93 بعد استقبال النادي الاهلي للهدف الثالث 3-1. دي لقطه استقبلها كهربا فين؟ بص يا كريم, اللي تحت في اسفل الشاشه على اليمين, دي بتكلم على لقطه الراجل مستلمها تقريبا جوه السته لوحده بخطا من مدافع ريال مدريد, شبه خطا ديانج بتاع النهارده بتاع الهدف الرابع لفلامينجو. نفس القصه, هات لي بقى بتاعت النهارده بتاعت فلامينجو, الصوره اللي بعديها على طول. بص يا كريم, لما يجي لك ركله جزاء وتتحط بشكل, انا هنا لا بنتقد علي معلول ولا بتكلم على ركله جزاء, كل لعيبه العالم بتضيع, مودريتش مضيع الماتش اللي فات. صح. لكن لما يجي لك ركله جزاء ويجي لك كره زي بتاعه تاو دي اللي تحت في اسفل الشاشه على اليمين وجاي له على شماله وهو لعيب اعصر, وتيجي كره زي بتاعه محمد شريف دي فوق, عشان كده انا حطيتها فوق اكبر صوره, لان الصوره دي كانت صوره قتل المباراه. ابى محمد شريف بمنتهى البساطه برضو من غير ما يزعل محمد شريف, ابى في المباراتين لانه هو العامل المشترك في المباراتين, ابى في المباراتين انه يسعد جمهور النادي الاهلي بمنتهى البساطه. لما انا يجي لي فرصه بالشكل ده, هات لي في صوره بعديها بقى نفس الكره دي ومحمد شريف مع والصوره اللي فوقها بتاعت ماريجا في مباراه الهلال, الصوره اللي بعد دي على طول. ما فيش اي اختلاف, بل بتاعه محمد شريف اسهل. الراجل رايح من العمق, رايح لوحده, عنده 60 اختيار مسافه بينه وبين الحارس اكتر من 13 14 متر, عنده اوبشن يحط لوب, الحارس عنده اوبشن يحط لوب, عنده اوبشن يحطها, عنده اوبشن يروح ويرقص الحارس, عنده اوبشن يروح يحطها بشماله, عنده اوبشن يحطها بيمينه, عنده اوبشن يحطها في الجون وزي ما تيجي, عنده اوبشن انه يديها لبيرسي تاو اصلا. يعني وعنده يعني انت لو متوتر قوي يعني ومش قادر تجيبها, اديها لبيرسي تاو وخلاص. اي قرار كان هياخده محمد شريف الا ده الراجل ده حط الكوره اللي هي فيها القوه ولا هي فيها الدقه ولا هي فيها اي حاجه عشان احط الكوره دي. انا بالنسبه لي لا, محمد شريف محتاج بعد المنظر ده محتاج يراجع نفسه جدا, مارسيل كولر محتاج يراجع نفسه فيما يخص محمد شريف لحد ما يستعيد ثقته بنفسه قبل ما يستعيد حسيته هدفيه, ثقته بنفسه, لان دي ازمه ثقه كبيره جدا جدا, وعملت له ازمه ثقه كبيره هو فنيه, وازمه مع الجمهور بالمناسبه. لانه تاني لما طموحات جمهور النادي الاهلي تصل انه انا خسرت من ريال مدريد وانا كنت افضل الشوط الثاني, انا خسرت من فلامينجو النهارده وانا لا استحق الخساره, ليه؟ بسبب الفرص اللي احنا شفناها اللي لو اتعدت 100 مره لو مدافعين اللي رايحين يحطوا الكرات دي كانوا هيسجلوا منها. خليني اقول لك يا كريم انه النادي الاهلي, الناس بتلوم على النادي الاهلي انه استقبل 8 اهداف في المباراتين امام فلامينجو وامام ريال مدريد. خليني اقول لك انه المنظومه بتاعت النادي الاهلي حتى في الدفاع كانت جيده, كان عندهم اخطاء, لكن معظم الاخطاء كانت فرديه, ركلتين جزاء, اربع اخطاء فرديه مباشره للاعبين, ديانج نفس الكره, كورتين من اللعب المفتوح اللي هي اخطاء سيستم مروان, كورتين من 8 استقبلت كورتين امام ريال مدريد وفلامينجو. فانت لما تيجي تتكلم على المنظومه حتى دفاعيا, المنظومه اللي احنا بنتكلم اصلا منظومه هجوميه وشكلها حلو لكن عندها اخطاء دفاعيه, فعلى الصعيد الفردي كانت كلها اخطاء دفاعيه. فارجع اقول تاني, النادي الاهلي وصل الى ليفل رفع جدا من سقف طموحات جماهيره جدا, ورفع من سقف طموحات جماهير الكره المصريه عموما يا كريم, مش بس جماهير النادي الاهلي. لما انا اوصل للليفل ده وتاني الناس اللي عايزه تتفرج على كوره بغض النظر الاهلي ولا زملكاوي, رجع تاني شريط ماتش ريال مدريد وماتش فلامينجو, لا هتلاقي في فريق مصري بيلبس احمر بيقدم كره حلوه قوي. صح. قوي. صح. لكن اللي يحزن هي الاخطاء الفرديه اللي كانت موجوده ومعدلات التهديف اللي اتكلم عليها مروان.